راني يعطيه الحكم جوتي شرط تنفيذ يتقدم راني سدد والهدف الاول الهدف الاول لباريس سان جيرمان من ضربة جزاء حولها الى هدف الاسبقية البرازيلي ناني في توقيت 36 دقيقة من الشوط الاول الحارس سيبي الى اليمين وكورة ناني الى الزاوية اليسرى 1-0 لباريس سان جيرمان في شوط اول خالي من فرص التهديف رغم البداية القوية وفرصة كانت لسابلي وفرحه